السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الريادي إخباري اللي غادي نطرقوا فيه آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. وكنتمنى منكم تعطونا الآراء ديالكم وتدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. وغادي نبداو الأخبار ديالنا باللقاء الصحفي اللي كان مرتقب. اللي قلت لكم البارح أن كاين لقاء صحفي مع أحد المنابر الإعلامية اللي غيبان فيه محمد بودريقة، بالفعل حصل ما قلت. فكان لقاء صحفي، اول حاجه شفنا الحاله يعني الشاحبه اللي كتهضر على وجه الرئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة بعد الخداع ديالو العمليتين جراحيتين على مستوى القلب. يعني الرجل كيدار انه مريض جدا، الرجل يعني اظن انه لن يستمر في الرجاء، ما غاديش يبقى في الرجاء لظروف عديدة ومتنوعة، منها المرض ديالو، أيضا المشاكل التجارية اللي عنده، لأنه عنده مشاكل تجارية في المحاكم، عنده مشاكل خصو يفكها، مشاكل عائلية ديالو. يعني الرجل غير قادر على تسير فريق رجاء البيضاوي، رغم أنه لحد الآن كيسير، ورجل حكيم اللي غنقدر نقوله هو أنه سير فريق الرجاء البيضاوي وما قدرش يستقل في هذه الظرفيه اللي عرف الظرفيه صعيبه جدا. فهو صرح وبين عدد من الحقائق كثيره في هذا اللقاء الصحفي، خاصه الضجه الاعلاميه اللي كانت في الضفه الاخرى للدوله الجاره او ما يسمى الجاره الجزائر، من الاعلام الفاسد الجزائري اللي نشر اخبار مغلوطه حول رحيل اللاعبين. فصرح وأكد أن كان عنده اتصال مع اللاعبين يسري بوزوق وأيضا رياض بن عياد، وصرحوا له أنه ما عندهم حتى شي مشكل مع المغرب، وأنهم بالعكس عاجبهم الحال في المغرب، وأن كل الأخبار اللي كتداول حول أنه الفسخ العقد ديالهم فهذه أخبار غير صحيحة وأخبار خاطئة كينشرها الإعلام الفاسد الجزائري. اللاعبين مستمرين مع الرجاء، عندهم هدف مع فريق رجاء البيضاوي، كيحترموا العقود ديالهم وكيحترموا المملكة المغربية. أظن أن الخرجة ديال بودريقة كانت في الوقت ديالها لعدد كبير جدا، لأن محمد بودريقة كانوا كينتظروه لقاء مباشر، يعني باش يعرفوا الرجل أين هو. الرجل الآن خارج المملكة المغربية، الآن كيمر من فترة ديال النقاهة، غادي يرجع للمغرب. وسولوه نيت على اللاعب رياض بن عياد حول العقد ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي والمستقبل ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي. فليتأكد لنا رسميا أن الرئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة أعطى إشارة قوية أن اللاعب رياض بن عياد غيكون في لائحة المغادرين ديال الرجاء البيضاوي، لأنه صرح وقال أنه جاء الإعارة بواحد الثمن رمزي، يعني ثمن بسيط جدا، لكن القيمة السوقية ديالو، القيمة ديالو عند فريق الترجي ديالو، المنحة ديالو اللي كياخذها عند الترجي فمنحة كبيرة جدا، ما يمكنش فريق الرجاء البيضاوي يوقع بهذا الثمن لاعب رياض بن عياد. فتأكد رسميا أول مغادرين ديال القلعة الخضراء هو اللاعب الجزائري رياض بن عياد اللي غادي يغادر فريق رجاء البيضاوي بسبب المنحة العالية اللي كيتقاداها عن فريق الترجي التونسي. لاعب اللي انا شخصيا كنت كنتمناه يبقى فريق رجاء البيضاوي بسبب الامكانيات القوية اللي عنده، بسبب ايضا كيعرف كيفاش ينهي الهجمة، وايضا سولوا على اللاعب مبارك، فاللاعب مبارك حتى هو لقى رجاء البيضاوي صعوبة في مفاوضات مع فريق العين الإماراتي بكل صراحة، ودي أكدت شحال مرة وفي الفيديوهات السابقة إلا بغيتو ترجعوا تأكدوا فيهم، راه غادي نقول لكم بأن اللاعب مبارك العين الإماراتي هي اللي عقدات يعني العقد ديالو مع فريق رجاء البيضاوي، مع العلم أن رجاء البيضاوي كيعطيهم أمهر اللاعبين، منهم العلودي ومنهم الآن الرحيمي للقيمة السوقية ديالو ضعفات العشرات. تأكد أن كاين صعوبة أن رجاء البيضاوي ما يقدرش يفاوض العين الإماراتي بسبب يعني المطالب المادية ديالهم كبيرة في حق اللاعب مبارك. فتأكد رسميا
ثاني لاعب غيغادر فريق رجاء البيضاوي هو اللاعب مبارك. للأسف كنت كنتمنى يستمر مع فريق رجاء البيضاوي، إلا أن العين الإماراتي صعبات المفاوضات على فريق رجاء البيضاوي، فتأكد رسميا مغادرة اللاعب مبارك، غينتهي العقد ديالو في الصيف هذا، فغيغادر فريق رجاء البيضاوي هو ورياض بن عياد. اللي شخصيا هاد جوج لاعبين عندهم واحد المكانة فريق رجاء البيضاوي، لكن للأسف أنا كنت كنتمنى شخصيا اللاعب مبارك يبقى، لأن كاين عقد تفعيل العقد ديال الشراء، لكن ما فهمش كيفاش صعبات العين الإماراتي اللي هي ملفة أنك أي لاعب كتبغي من رجاء كتكون أولوية لها في الصفقات، وشفنا عطاهم أغلى الصفقات للعلولي، والآن أغلى الصفقة اللي كانت هي ديال الرحيمي اللي عنده عروض قوية لعند فرق جميع الفرق السعودية. فمبارك تأكد رسميا أنه غادي يغادر فريق الرجاء البيضاوي مع انتهاء العقد ديالو رفقة فريق الرجاء البيضاوي. أما بخصوص الميركاتو الشتوي، الميركاتو الصيفي عفوا، فتأكد أكد الرئيس رجاء أن هناك توقيع لثلاث لاعبين، وكاين اللاعبين تعرضوا على المدير التقني وأيضا على المدرب زيمباور، لكن رفض المدرب زيمباور التوقيع لهم لأنه عدم اقتناع ديالهم. لكن الآن أنه كاين مفاوضات مع لاعبين من إفريقيا جنوب الصحراء، غادي تكون مفاوضات معهم، وكاين حاليا مفاوضات مع شحال من لاعب، لأن الكلمة الأخيرة والفيصل الأخير في هذه الكلمة هذه هي للمدرب الألماني زيمباور، هو اللي غادي يحسب في اللاعب اللي غيقدر يدخل معاه في المشروع ديالو، خاصة أنه عنده تكتيك كبير وما كيبغيش أخطاء يعني من اللاعبين، ومعروف بالصرامة ديالو. إلا أن الآن المشرف عن التعاقدات اللي بصرح لنا الرئيس محمد بودريقة أن المشرف على التوقيع لأي لاعب هو المدرب الألماني زيمباور. زيمباور هو الآن اللي مكلف باللاعبين، هو اللي كيتحمل المسؤولية ديال أي لاعب غيوقع عليه في هذا الصيف هذا. فكنت منه يكون ميركاتو يعني في المستوى، لأن الرجاء البيضاوي خصها تنافس على العصبة، ما خصهاش تنافس، خصها دير العصبة، لأنه صرح بودريقة قال لهم حنا بغينا العصبة أنها ننافسوا عليها ونديو اللقب ماشي نشاركوا فيها. فالمنحة الكبيرة اللي في العصبة أو في كأس السوبر فهي منحة كبيرة جدا، وكنت منه من الرجاء البيضاوي يحسم صفقات اللي غيعطيو اللاعبين اللي غيعطيو الإضافة، ماشي اللاعبين باش يجيو يجلسوا في بنك احتياط أو يعاودوا يهيئوا الطاقة البدنية ديالهم أو شيء، خاص اللاعب يكون واجد. فاحنا شفنا الهاشم دومينغو، شفنا لاعبين أنهم لحد الآن ما فرضوش المكانة ديالهم في فريق الرجاء البيضاوي. أما فيما يخص مستقبل فريق الرجاء البيضاوي، فصرح أنه عنده عقود مع شركتين كبار، الشركة غتعطي 160 مليون، وشركة غتعطي عفوا مليار و60 مليار و160 مليون، وشركة أخرى غتعطي مليار و300 مليون، غادي يتعاقد فيهم في هاد الميركاتو الصيفي باش يدرك على الخصائص اللي كاين حاليا من ناحية الأزمة المالية ديال فريق الرجاء البيضاوي. بودريقة الآن كيشتغل في الصمت، رغم أن كنظن أنه غادي يغادر فريق الرجاء البيضاوي يعني في الميركاتو الصيفي، إلا أنه كيحاول يحسم بعض الصفقات لا للاعبين ولا أيضا المستشارين. فعمل كبير كيقوم به بودريقة الآن، والعمل الكبير أيضا كيقوم به الخليفة ديالو عادل هلا والحاج البلغيتي. هاد الناس هما اللي واقفين حاليا على شغل ديال فريق الرجاء البيضاوي. بودريقة كيسير رجاء عن بعد، بودريقة صرح أنه غادي يقدم الاستقالة ديالو من جميع المؤسسات السياسية وأيضا الكروية، لأنه صرح أن الصحة ديالو ما بقاش كتقدر تستحمل، وأنه أيضا باغي يفك المشاكل التجارية اللي عنده في الشركة ديالو. على العموم هادشي اللي كاين في أخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تدعمونا وتعطونا الآراء ديالكم، وتضغطوا على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.